يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حلق اللحية وما حكم توفيرها؟ فإنني قد التبس علي الأمر، هل هي سنة أو توفيرها واجب؟ توفيرها واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، والأمر يفيد الوجوب ولا صارف له عن الوجوب. وحلقها حرام لأن الرسول نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم، فتوفيرها واجب وحلقها حرام. نعم.